أسبوع التشجير أسبوع مهم، كل المؤسسات في دولة الإمارات تقوم بهذا الزرع المهم اللي نرى نحن توثيق ربما لموروثنا. من هنا الزملاء استخدموا الأشجار الرمح الغاف وزرعناها سويا، وإن شاء الله أنه بعد سنة من اليوم نجد هذا المكان أجمل مما تراه الآن. بلا شك أن الزراعة الجمال اللي فيها هو راحة للنفس عندما ترى هذه المناطق الخضراء، بلا شك أنه يعني يعطيك دافع أكبر للعمل وللتفكير وللذهاب أبعد من قدراتك أحيانا. ولكن أنا يعني في بلد مثل بلدنا اللي يعني الماء شحيح فيها والجو صعب فيها والاستهلاك للمياه كبير فيها، أرى أن يعني نتوجه إلى الزراعات الموروثة التي تتحمل جونا.